ومن شيكاغو ينضم إلينا عبر سكايب الدكتور محي الدين قصار، رئيس الجمعية السورية الأمريكية. دكتور قصار، أهلا بك. تفجيرات دمشق الأخيرة تبنتها جبهة النصرة التابعة للقاعدة، ومعارضة الخارج تتهم النظام بتدبير الهجمات واللعب بورقة الإرهاب. لماذا تسعى المعارضة إلى إنكار حقيقة كل ما يجري على الأرض برأيك؟ نترحم على أرواح شهدائنا الأبطال وعلى أرواح المدنيين الذين سقطوا وما زالوا يسقطوا خلال 14 شهر الآن على يد النظام. أولا أنا أعترض على سؤالك أختي الكريمة، لأنك أنت افترضتي فعلا أن هذه المجموعة موجودة فعلا وأنها تلتحق في القاعدة فعلا، فلم نسمع لا من القاعدة ولا من أصحاب القاعدة إقرارا بأن هذا التفجير لهم. من يعرف الوضع في داخل سوريا يعرف أن هذه كلها مسرحية، جزء من مسرحية كبرى التي مارسها النظام منذ اليوم الأول لوجوده. نحن لا ننسى مجموعة العبسي وكيف أنه هو العبسي الذي قتل الحريري، ولا ننسى اغتيال أبو القعقاع كيف حصل وحتى الآن لا نعرف من الذي قتله، ولا ننسى الهجوم على مسرحية الهجوم على السفارة الأمريكية قبل سنوات، لا ننسى مسرحية الهجوم على التلفزيون السوري. لا يوجد عاقل على وجه الأرض ولا سيما في سوريا يعتبر إلا أن هذا التفجير هو من صنع النظام وأجهزة النظام. ولكن دكتور، يعني واشنطن أيضا تتحدث عن القاعدة وجماعات متشددة تسللوا إلى صفوف المعارضة المسلحة، إذن كيف يمكن الحديث عن خطة أنان وإنجاحها والعنف ما زال متواصلا على الأرض بأيادي خارجية؟ نحن ما عندنا معارضة مسلحة أختي الكريمة، نحن عندنا شرفاء هربوا من الجيش يدافعون عن أنفسهم، ومدنيون يدافعون عن أهلهم وذويهم، وهذا حق شرعي في كل الشرائع الدولية والسماوية والأرضية. فهذا حق الدفاع عن النفس أمر متاح ويجب أن نعينهم عليه. فأما أن نقول أن عندنا معارضة مسلحة، أي معارضة مسلحة؟ المعارضة أختي الكريمة زارت روسيا 10 مرات 20 مرة، لم يبقى فريق من المعارضة إلا زار روسيا. فلماذا تقوم؟ ولكن يا دكتور، المجتمع الدولي كافة يتحدث عن تسليح المعارضة، أمريكا وأصدقاؤكم أيضا يتحدثون عن أن هناك تسليح وأن هناك جماعات مسلحة في سوريا. أنا قلت إنما يسلح الذين يدافعون عن أنفسهم، وهذا فرق كبير بين تسليح المعارضة وحق الدفاع عن الذات. نحن الآن أمام مكنة آلة قتل يقودها النظام 14 شهر وراء بعض. ماذا فعل العالم؟ أليس من حق الشعب السوري أن يدافع عن نفسه؟ أما هذه التفجيرات فما هي إلا من صنع النظام نفسه. ولكن دكتور، أنت لم تجبني عن سؤالي، يعني وزير الدفاع الأمريكي بنفسه تحدث عن وجود القاعدة في سوريا. القاعدة موجودة بيد النظام، القاعدة يستعملها النظام. أنا أعطيتك اسم أبو القعقاع، القاعدة في سوريا موجودة بيد النظام، هي التي تستعملها واستعملتها في العراق ثم سلمتها للأمريكان عندما يحلو لها كورقة دبلوماسية. لعبة النظام مع القاعدة ليست لعبة جديدة، فلماذا نقول أن القاعدة هي مع المعارضة؟ من قال هذا الكلام؟ القاعدة لا ترتضي أن يكون هناك حكما ديمقراطيا شريفا في دمشق. ولكن دكتور، أنتم كمعارضة يعني ما الذي قدمتموه منذ عام من أجل حقن الدماء في سوريا؟ قدمنا المبادرة خلف المبادرة، دعونا للنقاش والحوار حول كيف يتغير النظام. الأوراق كلها بيد النظام التي تنتهي بتخليه عن الحكم بطريقة سلمية وسليمة منذ 2003، والمعارضة الوطنية الشريفة تقدم المبادرة، سواء بداية من مبادرة رياض ترك إلى إعلان دمشق إلى المبادرات اللاحقة. كل هذه المبادرات لا يقوم النظام بأي عمل يواجهها بها إلا القمع والغدر وإلقاء في السجون والقتل. هذا الكلام غير مقبول أختي الكريمة. روسيا تتكلم عن تريد أن تقوم بالمعارضة، لماذا لا تقوم تبني روسيا علاقة جيدة مع من يريد أن يقدم ديمقراطية وحرية للشعب السوري؟ ترتكب روسيا أخطاء استراتيجية قاتلة في حق الشعب الروسي نفسه بهذه السياسة التي هي تنحاز إلى القاتل ضد المقتول.
هذا الكلام غير مقبول أختي الكريمة. أما كلام الآخرين عن القاعدة فهي ذر الرماد في العيون. طيب دكتور عاصفة إثر أخرى تضرب المجلس الوطني السوري المعارض من ناحية تشتته وعدم قدرته على لم صفوف المعارضة، والآن يواجه قضية من يترأسه. ألم يثبت هذا المجلس يعني فشل، وخاصة أن الغرب بدأ يعني يتملل من ذلك؟ هذا الكلام غير مقبول أختي الكريمة. أنك أنت في روسيا لا تقفي مع المعارضة، لأن المعارضة غير متوحدة. كلمة معارضة يعني التعارض أصلا، لا تتوحد، أن تقدم برامج عمل مختلفة. أما هذه قميص عثمان نستعملها أن المعارضة غير موحدة، إذن يستمر القتل والذبح في أبناء الشعب السوري لأن المعارضة غير موحدة. هل تعرف؟ نعم، ولكن هناك انشقاقات يا دكتور، يعني لم يرى أحد أن هناك برنامج موحد لكافة أطياف المعارضة لديكم. برامج موحد يوحد الثورة السورية بفرعيها السلمي والعسكري، بفرعيها السياسي والمعارض. كل هذا البرنامج يتلخص بثلاث كلمات: الحرية، الديمقراطية، والكرامة. هذه قيم الثورة، لا تحتاج أكثر من هذا. أما المعارضة فالأحزاب بالأصل في المعارضة أصلها أن تتدافع فيما بينها، لا أن تتوحد، لكنهم جميعا متحدون على أنهم يريدون الوحدة والديمقراطية والحرية والكرامة. هذه لا خلاف عليها. من شيكاغو الدكتور محي الدين قصار رئيس الجمعية السورية الأمريكية، شكرا جزيلا لك.